سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، معكم كريمة. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو مغير على الفيديوهات اللي كنزل دائما. اليوم جبت لكم شي هواء ديال خديجة، السيدة اللي سبق لي صورت معها الفيديوهات السابقة. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف او في اخر الفيديو. اللي باقي ما شافش الفيديوهات كنصحكم انكم تدخلوا تشوفوا الفيديو، لان صراحه فيه ديك الشيء مزيون بزاف. الشهيوه ديالها كاملين مزيونين هنايا كما كتلاحظوا معايا هنايا، يعني بعض من الشهيوه ديالها، لان ما كانش عندها تصاور كاملين مسحوله، ولهذا هذا الشيء اللي كان عندها صيفطاتو لي. واذا كان الجديد ضروري غادي نبارطاجيه معكم، غادي تشوفوا الشهيوه ديالها شي حاجه طوب في المستوى، يعني خساره ان ديك الشهيوات كاملين مشاوله. ولكن ان شاء الله كما قلت لكم لي كل جديد ضروري غادي نبارطاجيه معكم. بالنسبه لي اول مره كتشوف القناه ديالي، كنتمنى انها تضغط على الزر الاحمر اللي هو صابوني، وتضغط على الزر الجرس باش توصل بكل جديد. بالنسبه للرقم ديال الهاتف ديالها غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. هنايا هذا النهار كنت مشيت عندها، كانت كتخدم واحد لاكوموند، ولكن ما دركتش انني نمشي قبل ونصور. هنايا صافي جبرتها خدامه، مشيت جبرتها يعني تقريبا على التسالي. كانت بقات لها غير العجينه ديال البيتزا، يعني غير البيتزا اللي كانت بقات لها، والبيتزا يعني كل واحد كيعرف الطريقه ديالو. المهم مره اخرى ان شاء الله كما قلت لكم غادي نصور معكم اللقطات ديال الشهيوات اللي كتعدل، وديك الشيء ديالها كما قلت لكم في المستوى. شفتوا معايا يعني حضرت غير على اللمسات الاخيره، لان كانت تقريبا سالات كل شيء، يعني كانت عندها واحد الكوموند خفيفه اللي ماشي كثيره، ولهذا يعني سالتها في واحد الوقت اللي ما كنتش انا قدرت نمشي باش نصور. ولكن ان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم الشهيوات ديالها. انتم غادي تشوفوا الشهيوات اللي خدمت في هذا النهار هذا، من بعد غادي نكمل معكم شهيوات اخرين. هنايا كانت خدمت كروكيتات ديال السمك اللي سبق لها خدمتهم في الفيديو اخر كما قلت لكم. اللي ما شافش الفيديو غادي نخلي له الرابط في صندوق الوصف او في اخر الفيديو. صراحه هاد الكروكيتات كيجيو لذادين بزاف، بالنسبه للثمن ديالهم كتخدمهم ب4 دراهم الحبه كما كتشوفوا معايا هنايا. بالنسبه للاثمنه غادي نخليها لكم في اخر الفيديو، ولكن ما نقدرش نعطيكم الاثمنه كامله، لان كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما نقدرش انني نقول لكم الاثمنه ديالهم. يعني غادي نخلي لكم الرقم ديالها وغادي تتصلوا بها، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تتصلوا بها. واللي بغات شي حاجه ان شاء الله يكون الثمن مناسب، والجوده هي اهم حاجه، لان هي كتخدم بالجوده. كما شفتوا معايا هنايا خدمت البيتزا، خدمت كروكيتات، خدمت البريوات، واحد الشكل اخر ديال الشاورما ما صورتوش لان كانت صافي خدماته وما دركتش انني نصوره، يعني حتى الشكل النهائي ما صورتوش. صافي هنايا كما قلت لكم غادي نخليكم مع الشهيوات ديالها اللي كتخدم، يعني ماشي كاملين، ولكن اللي بغات شي حاجه غادي تتصل بها وغادي تطلب اللي بغات. هي كتخدم اي حاجه، يعني اي حاجه بغيتيها كتخدمها. وغادي نخليكم دابا مع بعض الصور، وكما قلت لكم بعض الاثمنه خليتهم في الاخر ديال الفيديو، ولكن ماشي كلشي، لان الصابلي بالخصوص الصابلي كاين فيه اشكال وكاين فيه انواع، يعني كاين فيه واحد الاثمنه، يعني كل واحد بشحال كيخدم وكل صابلي وبشحال الثمن ديالو. كاين صابلي بريستيج، كاين صابلي عادي، ولهذا من الاحسن تتصلوا بها وغادي تعطيكم الاثمنه ديال اي حاجه بغيتو.